استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشرم الشيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس شدد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دوليا وإقليميا من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام. من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة فضلا عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثي بمشاركة الأردن الشقيق من أجل إعادة إحياء عملية السلام.